السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بيت عبد وشيمة. وطبعا زي ما أنتم متعودين وكالعادة لازم أرحب بالأستاذ عبد الرحمن اللي هو عبده يعني، اللي دايما كاتم على نفسي في البيت، قصدي دايما منورني في البيت وعامل بهجة كده غريبة في البيت. ازيك يا عبد؟ ازيك يا شيماء؟ عامل ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. ايه المقدمة الجميلة دي؟ تحفة. شفت؟ يعني بقول لا لا. يعني أستاذ عبده كاتم، قصدي منورني في البيت كده وفي بهجة في البيت. في بهجه في البيت. طبعا طبعا وجودك يا استاذ عبده. استاذ عبده. طبعا. استاذه شيمه معانا النهارده. أيوه؟ بدأها سخن، فاحنا ايه هنبدا برده معاكم حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده، وسيبكم من شيمه. واول فقراتنا دايما اللي بحب نبدا بيها فقره المطبخ، بس النهارده معانا فقره مع الشيف ابراهيم الشريف اللي كان معانا قبل كده، شيف برنامجنا. حبيب شيف ابراهيم، اهلا بيك يا شيف. اهلا بيك يا استاذ عبده، ربنا يخليك. نورتنا يا شيف. نورة بيك والله. عايزينك دايما تنورنا كده في البرنامج وفي بيتنا يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا معانا الميك اب ارتست الجميله مروه طارق. ازيك يا مروه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا رب دايما. بصي يا مروه، احنا دايما في البرنامج هنا بنحب نبتدي بفقره الشيف، علشان شيما ما بتتاكلنيش. عشان ما بعرفش ما بتعملش حاجه وما بتطبخش، فانا باجي هنا عشان اشوف بقى ايه شيف ابراهيم. هو متخيل ان انا لما اجي هنا البيت يعني ان انا ايه هعرف اتعلم الشيفات اللي بيجوا معايا. طب انت ايه رايك في الموضوع ده؟ بتتعلمي؟ بتعلم ولا لا؟ ما هو يعني ايوه الحمد لله. الحمد مش لله. مش هقول اكتر من كده. فهنروح للشيف يا مروه وبعدين نرجع لك تاني. اوكي يلا ابراهيم، ايه بقى الوصفه اللي هتاكلها لنا النهارده عشان شيما ايه تتفرج وتعرف؟ تمام. ويا رب تتعلم. قول لنا، شفنا هنبدا بفقره احنا النهارده هنبتدي بوصفه سهله وبسيطه مصريه الناس كلها بتحبها. هنعمل الرقاق او صينيه الجلاش، بس النهارده هنعمله رول، هنلفه. يعني مش هتبقى صينيه كده؟ مش هتبقى الصينيه بقى اللي هي طبقه فوق طبقه، لا احنا هنرول الجلاش لما هنعمله لحمه على الصاج يبقى مفروم. تمام. وبعد كده هنرول الجلاش وهندخله الفرن. يعني احنا هنعمله رول، مش يعني وده بيتقطع بقى يبقى قطع يعني ولا بيبقى زي سبرينج رول كده، بيبقى صوابع بس ملفوفه. ملفوف. صوابع ملفوفه. ده جميله. التجديد برضو بيبقى حلو. يلا بينا. كويسه وبسيطه وسهله. يلا نبدا دلوقتي. يلا المقادير بتاعتنا الاول، والمقادير هتنزل معانا برضو على الشاشه، فقول لنا كده المقادير ونبدا. احنا معانا طبعا لفه جلاش اول حاجه نبتدي بيها. الجلاش باللحمه المفرومه. وبعد كده طبعا معانا لحمه على الصاج. طبعًا. هنعمل شويه لحمه مفرومه على النار. مقاديرها طبعا التوابل بتاعتنا العاديه، شويه بهارات اللحمه، شويه طبعًا. الملح، فلفل اسود، مش هنجود فيها كتير عشان برضو في ناس بتحط خضار في الموضوع دوت في اللحمه، فبيشتكوا بعد كده ان الجلاش نفسه بيبقى معجن. احنا معانا المقادير هي على الشاشه قدام حضراتكم. جلاش رول باللحمه المفرومه عباره عن جلاش ونص كيلو لحمه مفرومه وواحد جزره مبشوره وبصله مبشوره ومعلقه صلصه طماطم وبيضه وسمسم وحبه البركه وملح وفلفل اسود وزعتر وعود قرفه. يعني شيما احلى واحده تعرف تقرا مقادير. تقول المكونات بس. بس لكن تعمل بقى ما فيش عمل خالص. كفايه. احنا صلصه الطماطم احنا هنحطها على الوش بس مع البيض كده عشان تعمل لنا شكل حلو في الاخر بعد التسويه. طب يلا بينا بقى. يلا نبدا على طول بقى. احنا هنبدا دلوقتي. هتبدا باللحمه الاول. انا هبدا الاول اعمل اللحمه الاول بتاعتي. تمام. هحطها على النار، بس الاول هفرم لها حته بصل عشان تنزل على النار، وننزلها مع الزيت. تمام. يعني هنبدا دلوقتي نبدا باللحمه العصاج على طول كده سريع. تمام. طيب شوف ابراهيم هتبدا بقى وتبدا تعمل لنا اول وصفه، وانا هاجي انضم ليك دلوقتي وهكون معاك علشان الفقره دي فقره شيما المفضله. طبعا. فقره الميك اب، الحاجات اللي انا الغريبه اللي انا ما بعرفهاش، الحاجات اللي انت والحاجات الايلاينر والحاجات دي ما انا مش عارف. كل حلقه كل مره ما ايلاينر يا ابني مش اسمها ايلاينر. امال ايه؟ يا نهار ابيض. الشيف ابراهيم قال له كده على فكره. الشيف ابراهيم عارف. ابراهيم قال لي قبل كده. مفيش مشكله. حاجات كتيره وحاجات غريبه. فانتوا ايه هتنطلقوا مع الضيف، وانا هروح مع الشيف ابراهيم بقى. ايه اتفضل يا عبد. انا احب اقلب. يلا خد راحتك مع الشيف. يلا ويا رب يا رب يعني تقدر تعمل حاجه مع الشيف. طب انا مع الشيف وبقف وهعمل. انت تعلمي اي حاجه. طيب هتعلم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا معانا خبيره التجميل وميك اب ارتست مروه طارق. منورانا يا مروه. حبيبتي نور. ميرسي حبيبتي. الاول بس انا عايزه اشكرك ان انت النهارده عملتي لي الميك اب ده شكل حلو جدا، راضيه عن نفسي قوي يعني. فميرسي جدا. ميرسي يا حبيبتي. طيب يعني انت بما ان انت بقى مروه خبيره تجميل، فانا هستغلك بقى النهارده نعرف منك معلومات. طبعا اغلب كل البنات بتكون حابه تعرفها وحابه تعرف كل ما هو جديد في عالم الميك اب. فاول حاجه عايزين نعرفها منك، انت جالك المجال ده ازاي؟ البدايه
بصي، هو انا من زمان جدا بحب الميك اب زي اي بنت يعني صغيره وكده، كنت بحب قوي ان انا احط ميك اب واقعد العب بالميك اب وكده. فبتفرج على فيديوهات على اليوتيوب مثلا من 5 سنين، بقيت بعرف كل ما اتعلم حاجه بنزل اجيب الماتيريال بتاعتها واجرب بقى وارسم يعني. وكده فشويه في شويه ايدي بقت تاخد، مره اجيب ايلاينر وارسمه كويس لحد ما ايدي بقت تاخد قوي. فبقيت بعمل البنات قرايبنا وصحابي وحاجات من دي، وكنت بطلع ميك اب يعني لحد ما مقبول بالنسبه لواحده ملهاش يعني. بس قعدت كده فتره 2 3 سنين، بعدين بقى انشغلت في ثانويه عامه ما اهتمتش بالموضوع. بعد ما خلصت خلاص فديت، فبدات حتى العب تاني يعني. وكان عندنا مناسبه فعملت للناس قرايبي، العيله هتستغلك بقى كلهم يعملوا ميك اب، فقالوا لي بقى طب ما تجربي تبداي يعني شغلك حلو وكده. وقتها كنت لا مستحيل مش هفكر في الموضوع. بعد شويه لما اقتنعت شويه قلت اوكي ماشي ممكن اجرب. قعدت بقى في الاوكي ماشي دي 6 شهور كده، عمال ادرب في نفسي واعمل لنفسي ولاصحابي وقرايبي لحد ما حسيت ان انا اتمكنت شويه. فقلت ان انا هبدا، وبدات يعني حاجات رمزيه جدا. كنت بحوش من مصروفي البسيط قوي يعني، وبقعد اجيب ماتيريال وما اجيبش لنفسي حاجات عشان اجيب ماتيريال واشتغل وكده. حبك من حبي الموضوع. اول ما بدات طبعا ما كانش حد مصدقني يعني انت بتعملي ايه. طيب خلينا نقول ان هي مثلا هوايه عندك جدا بجد يعني. فما كانش حد مصدق، يمكن في ناس كتير قوي اعترضت في الاول، لو انت اكيد ده مش شغل مش بيزنس. بس يعني فبعدين بقى شويه في شويه من كتر الشغل، كتر ما اتعودت اكتر، كتر ما اتمكنت اكتر. ما كنتش عامله حتى بيدج على الفيسبوك، مش عامله اي حاجه، بشتغل كده فور فن. لو عملت لواحده صاحبتي بنزل على البرايفت اكاونت وبس. خلينا نقول ان هي دي البدايه لاي ميك اب ارتست عايزه تبتدي، او قبل ما اي ميك اب ارتست تتعرف حد الناس تعرفها وتعرف شغلها. بس ان انت ما شاء الله في الوقت الصغير ده انك توصلي ما شاء الله للناس تحب شغلك وشغلك حلو قوي قوي يعني، فده فعلا كان يدل ان انت جواكي الحاجه دي، وانت ما كنتيش عارفه ان انت هتطلعي مثلا خبيره تجميل، غير بقى ايه بفضل اصحابك وقرايبك اللي انت عملت لهم الميك اب، فموضوع فادك برده بعد كده. حسيتي من هنا ان انت ميك اب ارتست او خبيره تجميل يعني. طيب طبعا اول حاجه البنت بتحب تبتدي بيها او بيهمها هو الفاونديشن، وعشان تيجي تختاري الفاونديشن بتبقى عندها مشكله، هي مش عارفه تختار هل درجه الدرجه لا الدرجه كمان، هل اختار درجه اغمق من بشرتي ولا افتح. هو ما فضلش لدرجه اغمق ولا افتح، اختاري الدرجه المناسبه. بس لو هنتكلم لو المناسبة بمعنى ان هي تكون افتح من بشرتي برضو ولا اللي لايق على بشرتي. اللي لايق، لان اصلا البشره لسه مش الفاونديشن بس اللي بحطه كميك اب، لسه يكون في كونتور وبلاشر وحاجات من دي. فانا يعني لو انت هتحطي فاونديشن او كده تختاري درجه تكون، لو عايزه بتفضلي تكوني فاتحه تكون درجه افتح، درجه افتح بس. لو اغمق تكون اغمق واحده بس، بس عشان كمان ما يديكيش لون غريب يعني لما تيجي تحطي الفاونديشن. طب لو جينا نتكلم بقى بالنسبه للموضه في الميك اب يا مروة، عايزين نعرف هل الموضه ان انا بشرتي تكون غامقه ولا فاتحه؟ لا اغمق درجه، اغمق دي الموضه او اللون اللي هو البرونزر. طيب في مشكله بقى، كملي بقى يا شيما، تعالي كده معانا شيف ابراهيم. طيب بدا يعني نعمل نعصك كده الايه اللحمه، بس بيعملها بطريقه جديده. بس طبعا انا ايه ما حبيتش يعني، بحب دايما في الحاجه اللي عايزينها تبقى كريسبي ما نحطش حاجه فيها خضار كتير، وما نكترش فيها الدهون والكلام ده كله. فيها طيب شويه زيت بساط، واللحمه كده كده بتنزل فايت على الاكل. الجزر طبعا احنا بنستخدمه في العصاج، لكن الناس ما تعرفش الكلام ده، ان الجزر من الخضار اللي مش بينزل ميه كتير، فهيساعدني ان انا ما يخليش الاكل بتاعي معجن. تمام طيب. تمام طيب. فاحنا كده عملنا الاول البصل وبعد كده حطينا مع اللحمه، دبل خلاص البصل، نقوم جايين منزلين اللحمه. تبدا نص سوا ننزل الجزر على طول ونتبل. طيب بعد كده نزلنا الجزر والتوابل بتاعتنا وبنعصر وبنعمل ايه ليكي في المطبخ يا مره ولا ايه؟ قولي الحقيقه. الحمد لله الحمد لله ماشي انا هعديها الحمد لله. طيب كنت بتكلم معاكي بعد ما اتكلمنا عن درجه الفاونديشن، كنت بقول لك ان في بنات كتير بعد ما بتستخدم الفاونديشن بتلاقي بتواجه مشكله هي التشقق على البشره. فاحنا نعالج الموضوع ده ازاي؟ هو اول حاجه لازم تختاري درجه الفاونديشن المناسبه ليكي. لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه بيكون في فاونديشن لكل نوع بشره يعني، في للدهني وفي للجاف. تمام دي اول حاجه. لو ما اخترتش كده بشرتي هتشقق وهتعمل يعني هتسحب كل الفاونديشن ده، هيبقى شكله طبعا صعب جدا. تاني حاجه بقى ان انا لازم ارطب كويس جدا جدا قبل الفاونديشن.
ولازم كمان احط برايمر عشان املى المسام وكده يعني. فهي دي كل الحاجات اللي بتعالج الفاونديشن ما تخلوش شقه. تمام. طب لو جينا نتكلم عن شيما، على فكره احنا معانا اتصال تليفوني وعايزين اللي ترد عليه استاذه مروه، فردي على الاتصال التليفوني ده وقولي الو. ده جاي لك كده يا مروه. الو، على صوتك شويه يا مروه. ماما الو. ايوه ماما. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي منورانا. ماشي. انا والله يعني بشكر حضرتك على البرنامج الجميل وبشكر استاذ عبدو. ميرسي يا حبيبتي. الموجود مع حضرتك ربنا يوفقها يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شاكرين جدا جدا على البرنامج الجميل ده. ميرسي يا حبيبتي. ايه رايك بقى وعايزه تقولي ايه النهارده لمروه بنطك وهي ما شاء الله ميك اب ارتست قد الدنيا؟ قد مروه دي يعني اغلى حاجه عندي في الدنيا، هي نورعيني الاول. يا حبيبتي ربنا يبارك لك فيها. بحبك قوي والله. هي بتحبك قوي. انا عايزه ان شاء الله على حضرتك مدام شيماء. بسم الله ما شاء الله منوره. ميرسي يا حبيبتي، نور حضرتك. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا رب. ربنا يصل حضرتك باذن الله. امين يا رب، امين يا رب. ميرسي لاتصال حضرتك. ميرسي جدا الحاجه الوالده. ربنا يبارك لك فيها. ربنا يخليها يا رب. طيب بعد ما اتكلمنا عن التشقق اللي بيحصل على البشره من الفاونديشن، كنت عايزه اعرف ليه الكونسيلر ساعات بلاقيه تحت العين لونه جري، مع ان انا اعرف المفروض ان تحت العين تبقى لونها او المنطقه دي تكون لونها افتح من درجه الفاونديشن. فايه السبب بقى ده؟ لو بيكون عند البنت هالات غامقه، فانا لازم قبل ما احط كونسيلر او قبل ما احط فاونديشن اصلا لازم احط كوركتر. فلو هي حالتها غامقه قوي بحط كوركتر اورنج، بحط عليه الفاونديشن، بحط الكونسيلر، بيديني شكل طبيعي جدا. يعني عشان نتجنب اللون ده اللي هو اللون الجري، نحط اللي هو اللون اورنج. اسمه ايه؟ كونسيلر اورنج. كوركتر لون اورنج يعني. يعني احنا لما نحط اللون الاورنج ده بيخفي شويه الحالات. بيخفي بيقلل. بعدين بحط عليه فاونديشن، بحط بقى بعدها كونسيلر، بيبان طبيعي جدا يعني. وبيفتح كمان. بيفتح، بيدي الشكل الطبيعي يعني. طيب برضو عايزين نتكلم في نقطه مهمه جدا، البنات اللي عندهم عندها حبوب في البشره، يعني عايزين نعرف هل مثلا الفاونديشن ممكن يخفي الحبوب دي ولا ايه نظام؟ هو الفاونديشن هيخفي لون الحبوب. هيمحيها. هيمحيها، انما مش هيخفي بروز الحبوب. هو مش اكيد مش هيعالج بقى. بالظبط. هو مش سحر يعني. اكيد بس. طيب بقول لك يا مروه، نروح كده نشوف الشيف عشان بدات الريحه تطلع في البيت كده، والاستاذ عبده بيقلب. ايه الاخبار؟ العصاج. ايوه. لا بص بص يعني وريني كده. ايوه انا عايز اشوف. مش اي حاجه، مش اي حد يعمل الشغل ده. العصاج خلاص يعني قرب يخلص. شيف ابراهيم بتعمل دلوقتي ايه في انا خلاص هبتدي دلوقتي اتبل الجلاش. تمام. الجلاش بيتبل كمان. مش هتبله هو، انا هتبل البيضه بتاعته. البيضه بتاعته. البيضه اللي انا هلمع بيها في الاخر على الوش. تمام. ومن جوه الجلاش برضو هديله بيض. طيب عشان يبقى ركزي يا مروه في الوصفه دي عشان تروحي تعمليها لماما. يعني احنا البيضه بتاعتها ان انت هتعملها دي اللي بتتبلها. هندي لها شويه فلفل اسود وشويه ملح. تمام. انت بتاخد قد ايه بقى الجلاش؟ كام رقيقه او بتعملها ازاي؟ انا بشتغل دلوقتي، انا عامله ثلاثه. ثلاثه كويس، ان هو هيبقى رول، هيبقى لو اكتر من كده اعتقد ان هو هيبقى مليان شويه. تمام. فعشان يبقى كريسبي يبقى محترم معانا في الاكل. واخده بالك يا شيما؟ واخده بالي يا عبد. مركزه. ركزي. اللحمه استوت؟ اللحمه خلاص. هو مش الشيف ابراهيم هيعملها هنا؟ عاوزها تاكلها مني ليه؟ خلاص بقى. انا عايزك تركزي. ناكل هنا في البيت هنا احسن يعني. نشوف حاجه كده ان شاء الله يكون في امل باذن الله. يعني المعده باظت يا شيف ابراهيم. ماشي كمل. هندهن بقى البلاش كده. تمام. انت كده البيض وتبلتها. تبلت البيضه. تمام. هبتدي اتبل بقى الجلاش نفسه من جوه. هو يا عبل ما اللحمه خلاص تكون استوت هتبدا ايه تلف. هبدا الف بقى. تمام. طيب احنا لسه اللحمه تستوي؟ لسه، احنا قدامنا شويه. طيب ارجع ليكي يا مروه تاني وهسالك بقى، انت كمروه طارق في كخبير التجميل والعريس اللي بتجيلك، بتحبي تفضلي اللوك السمبل ولا اللوك التقيل في شغلك انت؟ الاثنين. يعني انا بحس في وش محتاج، وش اصلا حلو مش محتاج حاجه تقيله، بس محتاج ان انا ابين شويه حاجات، فده بيكون سمبل. وفي مش اللوك التقيل مش بس في رسمه العين وكده، بيكون في الكونتور. يعني في بنات مثلا عندها ملامحها تقيله شويه، فبحتاج ان انا اداري شويه بكونتور وكده، فانا بشتغل بالاثنين بصراحه. طب احنا في لاين معين يعني. احنا كان معانا صور عايزين استاذ وليد يحضرها عشان برضو بره نوري لحضراتكم صور الموديل او العريس اللي عامله لها مروه طارق الميك اب عليها. طيب على صور ما تكون جاهزه معانا، في بنات بقى بيكون عندها مشكله وانا برضو بعاني منها برضو،
اللي هو عينيهم بتكون صغيره شويه، وانا عن نفسي بحب اوسع عيني بقى. فقولي انت عملت ايه النهارده كده؟ وطب احنا معانا صور تقعد تتفرج عليها. الصور معانا. طيب الصور بتاعتنا، نشوف الصور واللوكات اللي عاملاها مروه وبعدين نتكلم نكمل بيه سؤالنا. طيب دي صوري لوك صوري صح كده؟ نفس الموديل ده لوك عروسه. ده لوك عروسه. ده لوك عروسه بس هو يعني هو سيمبل. سيمبل صح كده، ما بين اللي هو سيمبل. وعامه انا حاسه ان البنات دلوقتي بقت بتفضل اللوك السمبل. اللي هو السيمبل. طيب برضو احنا بقينا نكمل بقيه الصور برضو لسه معانا. دي انا. ايوه دي انت. كنت عامله نفسك لوك. طيب ده الانستجرام بتاعك صح؟ الاكونت بتاع الانستا بتاعك. اوكي. وده البيج بتاع الفيسبوك بتاعتك. طيب دي البيج بتاع الفيسبوك اللي عايز يتواصل طبعا هيقدر يتواصل عليها، يعرف كل حاجه وكل اللوكات الجديده اللي بتنزل. برافو عليك. عارف اللوكات. لوكات. يعني انا عارف احنا لوك. يعني بص احنا موضوع تطور خالص فور. يعني بعرف عبده بقى عارف يا جماعه ان في لوكات للميك اب. برافو يا عبده. طيب كنت بتكلم على نقطه العيون الضيقه وان انا ازاي اقدر اوسعها. هو انا لو عين ضيقه من جوه فانا بحط كحل بيج. بيج. ما بحطش الوان غامقه تحت العين عشان ما تضايقهاش. يعني الحاجات الالوان الغامقه تحت العين هي دي اللي بتقفل العين. فبحط الوان سيمبل جدا وبحط كحل من جوه بيج بحيث ان هو يوسع. او الابيض تقريبا صح. بس هو البيج احسن. يعني البيج احسن. هو بيكون بيج فاتح شويه مش بيج اللي هو لون البشره قوي. برضو السؤال اللي هساله التاني ده برضو بالنسبه لي انا كمان عشان انا بعاني من الموضوع ده، وهي العيون المبطنه. انا عارفه ان العيون المبطنه مش بتليق عليها الميك اب قوي، بس انت ما شاء الله النهارده عملتي لي لوك وانا مبسوطه منه جدا، واللوك اللي فوق العين حلو قوي مع ان انا عيوني مبطنه، بس انت يعني عملتيها حلو. قلنا بقى اتكلمي واشرحي البنات عملتي ايه بقى. هو انا حطيت الوان سيمبل. طيب. مش الوان تقيله، لان انا بس بشتغل ان انا برفع الحاجب عشان ادي مساحه. ادي مساحه من العين للحاجب. ابين ان في جفن، فاشتغلت في الوان سيمبل، كسرت العين كده شويه وسحبتها من بره وبس، ما عملتش حاجه تاني، ووسعت من جوه العين عشان ما اقفلش العين، فهو بان معايا الالوان اكتر. وبان ان انا وسعت العين شويه. ده اللوك اللي ينفع لما العيون المبطنه، وينفع معاه حاجات كتير بس عايز يعني دقه كده في الرسم والحاجات دي. طيب العروسه بقى اللي حابه تحجز معاكي قبل المناسبه بتاعتها، تحجز معاكي قبل المناسبه بقد ايه؟ شهر تقريبا، يعني في الغالب يكون شهر. طيب مين اكتر حد بقى ساندك وشجعك لحد ما وصلتي وبقيتي خبير التجميل؟ هو اكتر حد بجد وقفوا جنبي قوي بابا وماما. بابا بجد يعني ربنا يخليه، هو اللي عمل لي كل حاجه. طب احنا من خلال برنامجنا بنوجه لك كل التحيه لوالد مروه، وطبعا طنط حبيبتك طبعا. تعبانه معايا جدا، نورتنا يعني. شويه في التليفون. تمام ربنا يبارك لك فيهم. بس يعني هم بجد شجعوني جدا ووقفوا جنبي يعني بصراحه. على عكس ناس كتير عارفاهم يعني ما عملوش كده. طيب بصي بقى يا مروه هنروح للشيف نشوف عمل ايه وبعد كده نرجع تاني. يلا يا عبد. خلاص بقى كده ايه. تمام. اللحمه اللي على الصاج اتعصجت. خلصت خلاص التوت والجزر بالتوابل بتاعتها. التوابل وكل حاجه. هتبدا بقى ايه تلف الرول. هنبدا الف الرول. احنا فردنا ثلاثه. فردنا ثلاث ورقات. ثلاث ورقات. حطينا اللحمه. وهنعمل الرول اهو. هنلف ازاي بقى واحده واحده عشان الناس تتفرج معانا. يلا بقى. ايوه. تمام. بتلف كده. تمام. لف. هنلفها ودهنا الاول بالبيض بالتوابل. واتلفت رول كده. ادي كده رول اهو معانا. ده رول. نبدا نعمل ايه واحد تاني برده. نعمل واحد تاني ثلاث ورقات برده. ورقات نوري الناس تاني ايه واحده واحده واحنا شغالين نشوف ابراهيم عشان ايه يقدروا يعملوها. طبعا اللحمه المعصجه الناس كلها تبدا معروفه طريقتها ومعروفه الطريقه بتاعتها. الورقه الثانيه اهي. تبدا تعمل البيض بالتوابل بتاعته. حاجه خفيفه برده مش كتير. مش كتير. تمام. مش كتير خالص لا. اهو. تمام. طب البيض هنا علشان ايه؟ علشان يبقى طري ولا علشان هو اول حاجه اول حاجه ان هو تيست. تيست. تاني حاجه البيض معروف بالنسبه للعجين بيهيش العجين. بيهيش. بيخلي الحاجه تبقى كريسبي. يعني في الطرط والكلام ده يقول لك لازم تضرب البيض كتير. شيف ابراهيم انت حضرتك عندك بيتش على الفيسبوك بتنزل عليه وصفات او كده؟ موجود موجود موجود. اعتقد ان معانا برضو استاذ وليد ان شاء الله يحضرها معانا برضو. البيتش بتاع الشيف ابراهيم اللي عايز يشوف كل الوصفات بتاعته شيف ابراهيم الشريف بالانجلش صح؟ بالانجلش. تمام.
هنا بقى ايه ورقه اهي نوريهم بقى الناس. تمام. نوري دي البيج بتاعتك يا شيف معانا دلوقتي على الهوا, بيج الشيف ابراهيم الشريف. تقدروا تخشوا, بينزل عليها الوصفات اللي بيعملها, الوصفات الجديده غير شغل الجارد مانجي اللي كان كنت معانا فيه قبل كده وعملنا فيه شغل. تمام اتفضل. تمام ادي الورقه الثانيه هي باينه معانا. تمام ماشي. برده هنبتدي نلف لفه بسيطه. تمام. ونضغط برده يعني مع اول لفه هنبتدي نضغط لحد ما يبقى كل ما يبقى اقوى, كل ما نضغط شويه ما نخافش. تمام اهو. تمام هو بيلف لوحده كمان اهو. تمام ادي ثاني ورقه. تمام وهنبدا بقى ايه نكمل كلهم ونبدا ايه هيتحط. شايف يا شيف يعني الضيفه اللي معانا جت يا شيف يعني ما ينفعش كده. خش وقت قد ايه يا شيف؟ هو احنا هنسويه عشان نسينا نقول الحته دي, احنا هنسويه 180 درجه حراره الفرن بتاعنا 180 تمام لمده 25 ل 30 دقيقه بس. طبعا الف ب مطبخ اللي انا بقولها دايما على طول للناس, المفروض يكون الفرن سخن يعني سخن ما يخشش وهو بارد, ما يكونش بارد لا ولا هيبقى كريسبي بقى ولا حاجه, لازم يكون اي حاجه بندخلها فوق لازم طيب يكون مروق. طب على شوف هيخلص اخر لفه دي دي اخر حاجه بقى تاخديها من الضيف علشان خلاص فقرتنا. طيب اوكي عايز اعرف بس درجه الروج اللي انا اقدر احطه, هل احطه بناء على الحاجه اللي هي على بشرتي ولا على حسب الاشادو اللي حطاه فوق العين؟ لا حسب الاشادو وحسب اللوك اللي انا عاملاه. يعني حسب اللوك. احنا النهارده استفدنا منك جدا يا مروه, انت نورتيني وانا كنت مبسوطه جدا انت كنت معايا النهارده, وان شاء الله نتقابل تاني في بيتنا بيت عبد وشيما. كنت مبسوطه بوجودك معانا النهارده. ميرسي حبيبتي. شكرا ليكي واستنونا هنخرج فاصل وهنرجع لكم تاني بعد التقرير, معانا ضيف جديد وهنكمل وصفات الشيف ابراهيم لسه ما حدش يروح بعيد, استنونا بعد الفاصل.